السلام عليكم أحداث تتسارع في المشهد السعودي لتلقي بظلالها على طبيعة المعركة اليمنية بداية من استهداف ميليشيات الحوثيين مدينة الرياض بصاروخ باليسي وما تم الإعلان عنه من اعتقالات لمسؤولين ومراء سعوديين بتهم فساد خطوات متسارعة يرى مراقبون أن, تحولات أن تحولا في السياسة السعودية قد يعقبها هي المره الاولى ربما التي يقوم بها النظام بمحاسبه علنيه للفساد في السعوديه، ذلك قد يؤمن البيت السعودي وقد يفتح بابا لخلخله النظام السعودي لا يمكن غلقه. لكن تبعات هذه الاحداث في السعوديه على اليمن هي ما يهم اليمنيين في المقام الاول. ومدى استفاده الخصوم من هذه الاشكاليات وتاثيرها في تفاقم الازمه الخليجيه التي بدورها تسحب بساط الاهتمام بالقضيه اليمنيه. التي تعاني اصلا من تجاهل الحسم من قبل التحالف اذن هل تؤثر هذه القرارات على البيت الداخلي السعودي وما مدى تاثيرها على المشهد اليمني وعلى مسار معركه استعاده الدوله في اليمن وعلى ضوء هذه التغيرات ومع تعارض تصريحات المسؤولين السعوديين حول الحسم العسكري او الحل السياسي للمساله اليمنيه ما هي رؤيه المملكه للحل في اليمن حاليا هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور نقاشنا في حلقة اليوم من المساء اليمني مع ضيفي هنا في الاستوديو دكتور علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان أهلا بك دكتور أهلا وسهلا إذا مشاهدينا الكرام سنذهب لمتابعة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش هكذا تبدأ الأحداث صاروخ باليستي يطلق الانقلابيون على العاصمة السعودية الرياض فتعترضه المنظومه الدفاعيه السعوديه بالقرب من مطار الملك خالد الدولي. تبعه إلقاء القبض على أمراء ووزراء سعوديين من قبل لجنه مكافحة الفساد التي تم إعلانها في ذات اللحظه. أعقب ذلك سلسله من غارات التحالف على مواقع عسكريه وأمنيه لميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع وسط العاصمه صنعاء. وقبل ذلك كله إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض عبر شاشات التلفزه السعوديه. تطورات الأحداث في السعودية على هذا النحو المتسارع في أقل من يوم يلقي بظلاله على مصير الدولة الأكبر في المنظومة الخليجية ولكن ما يهم الشارع اليمني هو تأثير هذه الأحداث على المشهد في اليمن إذ بات من الواضح أن التغييرات داخل البيت السعودي تلقي بظلالها على اليمن سلبا وإيجابا وفق متغيرات كثيرة بدأت منذ وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز وتولي الملك سلمان الحكم والذي مثل نقطة تحول فرقة أفرزت ما عرف بعاصفة الحزم إلا أن التغييرات الأخيرة التي جرت في السعودية وفتح المملكة أكثر من ملف كان آخرها الملف اللبناني وتصفيات حسابات داخلية تحت دعاوى عدة بحسب مراقبين سيكون لها تداعيات على صعيد القضية اليمنية خصوصا أن ترتيبات الحكم السعودي تشهد نقطة تحول فارقة في صيغة الحكم إذا ما تعلق الأمر بانتقال الحكم بين أجيال العائلة الحاكمة في المملكة تساؤلات الشارع اليمني في هذا الظرف الذي تعيشه اليمن تدور بعضها حول مدى تفكير القياده اليمنيه بمغادره الرياض والعوده لليمن، حيث تشير الوقائع على خارطه السياسه السعوديه الى انشغال الاخيره بمشاكلها لفتره طويله قادمه وعلى الحكومه اليمنية التفكير بالعوده جديا. الاتهامات بقصور الرؤيه او تقاعسها من قبل التحالف تجاه الازمه اليمنيه يظهر بجلاء من خلال تضارب تصريحات المسؤولين السعوديين حول الحسم العسكري في اليمن والخيارات السياسيه. وهو ما يؤكد أن على اليمنيين أن يمضوا في طريق استعادة دولتهم المخطوفة دون انتظار الجار الذي كما يبدو بات مشغولا بإنقاذ نفسه أكثر من غيره وأكثر من أي وقت مضى جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام كما أرحب مرة أخرى بضيفي هنا الدكتور عبد الباقي شمسان دكتور دعنا نبدأ من هذه القرارات التي صدرت في السعودية وكيف يمكن أن تؤثر على اليمن وعلى الملف اليمني بشكل عام كيف تجدد؟ <applause> اولا ما يحدث في المملكه السعوديه مرتبط بما يحدث بلبنان مرتبط بما مرتبط بانفجار عدن، كل هذه الاحداث في اطار ترتيب المنطقه، ما يحدث في السعوديه واضح ان هنالك ترتيب للبيت السعودي من خلال الاسراع بنقل السلطه الى ولي العهد وبالتالي هذه خطوات تسريعيه قد يتم التسليم خلال الايام القادمه بشكل تنازل الملك لنجله او في حال حدوث وفاه طبيعيه تكون هناك قد تم تهيئه البيئه في بنيه السلطه لنقل يكون فيها ولي العهد في وضعيه مريحه وقد تخلص من جميع الخصوم نحن نعلم ان هذه الحديث عن مسوغ الفساد هو ايضا مسوغ قد يكون هنالك فساد ولكن هذا الفساد يبدو انه يشمل الكثيرين هناك تأثيث مرتبط ب نقل السلطه ولا علاقه له ب بالفساد بحد ذاته ولكن هذا العنصر الفساد ارتبط ايضا مع الصاروخ الباليستي الذي دعني وتحدث ان هناك روابط بين هذه العوامل الصاروخ الباليستي الذي اطلقه الحوثيون او الذي قيل انه اطلقه البلستي. قد يقول البعض اننا نبالغ ولكن يبدو لي انه اللاعب الرئيسي في المشاهد كلها الامارات العربيه المتحده التي ايضا هي تسعى الى صعود ولي العهد الى المنصب الاول في المملكه العربيه السعوديه وبالتالي لكن هذه القرارات قيل انها استهدفت اناسا كانوا يعني مقربين من المشروع الاماراتي الى حد ما كما يقال لا لا هناك الان ترتيب للبيت السعودي مختلف هناك اسماء ليس مقربه هذول اشخاص منافسين للسلطه وكانوا مرتبطين ب لهم شبكة مصالح وشبكة علاقات وربما ايضا هؤلاء كانوا حددوا مواقفهم بالرفض من مما حدث لولي العهد السابق وفي نقل السلطه الى ولي العهد وبالتالي هذه مواقف مرتبطه بترتيب نقل السلطه في المملكه العربيه السعوديه ولا علاقه لها بالفساد. اربط هنا بالحادث الثاني هو قد يكون استخباراتي لكن دعني اقول ان ما يحدث الناس تشعر باحباط وبان الامور ملبده بالغيوم، هذه ما زلنا تحت ما يسمى السيطره وتحت الفوضى المنظمه المدروسه التي تحت السيطره يتم ترتيبها بالتدريج، يعني هذه الاحداث تعطي للمشاهد ما يسمى بلحظه الصدمه او الحدث الذي يجعلك متقبل او تقوم بمفاوضات بين الأسوأ والسيء بمعنى أن تقبل أي حل أو تقبل أي وضعية وبالتالي حتى إذا لم يكن هنالك صاروخ سيتم هناك اختراق عسكري للحوثيين يكون حديثا مغطي لهذه التعيينات وبالتالي يبدو لي أن هنالك تنسيق إماراتي مع الحوثيين صالح وهذا التنسيق معروف لكن هل نحن نقول أن هنالك أن هذا الصاروخ أو هذا الضرب هم كانوا تركوا فراغ لحدوث آه ضربات صاروخية أو اختراق عسكري نوعي للإنقلابيين في صنعاء أثناء هذا الاختراق سيتم الإعلان تزامنا هذا مرتبط في عملية الاستخبارات وفي عملية رسم ما يسمى بالصدمة للجمهور وبالتالي يصبح الحديث آه كل حديث يغطي عن الآخر وبالتالي لا يصبح الحديث عن هذه الاعتقالات وعن هذا التعديل في المنظومة السعودية م. حديث أول يصبح هناك تقاسم للحديث وهناك خوف لدى السعوديين يسعون إلى إيجاد أي حل ولا يهتمون بما حدث من تغييرات هذه هذا العنصر يعني اطلاق عمليه اطلاق الحشيش ليس اطلاق قد يكون اطلاق هناك من يعني, يعني هناك, هناك, اكثر من ملف او أكثر لا من حالفة هناك, هناك عنصرين يعني. يعني حتى الصاروخ هذا قد يكون تم وانا اميل ايضا لهذه المعادله لان هناك علاقات مع الحوثي صالح اللي ينسق بين الامارات والامريكان بعمليه القاعده هم الامارات الذي هناك تواصل مع المخلوع صالح هناك محاولات لانقاذه وجعله متوازن مع الحوثيين الحوثيين جزء من الحل هذه هذه معروفه يعني بالتالي يعني المخطط هو ماذا يحدث يعني هل مثلا هجمات 21 سبتمبر لم يكن يعلم بها الامريكان كانوا الامريكان بحاجه الى حدث هم تركوا المجال هم يعرفوا انه سيكون هناك ضرب ولكن انت تركت المجال مفتوحا وكانت هناك معلومات استخباراتيه ومجموعه من ال... كان واعترفت الولايات المتحده الامريكيه كان لديها معلومات بالقصف لكن انت بحاجه الى حدث كبير ربما. حديث حدث كبير يتم من خلاله بعد ذلك تحول لانه ما الذي حدث بعد 21 سبتمبر؟ حدث انه المنطقة الشرق أوسط تحولت من حليف مع الدول الليبرالية لمواجهة المد الشيوعي إلى خصم وهذه ما حدث مبرر لهذا التحول مبرر. في السياسات ما حدث يعني بالمقابل هذا يفتح السؤال أن هل الحوثيون هم من ضربوا الصاروخ هل لديهم القدرة على إرسال صاروخ لمدى ثلاثة كيلو الصواريخ هناك طبعا في هناك بعض عدد من الصواريخ التي تستخدم كانت مع المخلوع صالح كان يحتاجها من الحين للآخر لإيصال الرسالة للمجتمع الخارجي والإقليمي بأنه قادر وللحفاظ على تماسك الجماهير التي هي تحت هيمنة الانقلابيين كانوا بحاجة إلى صاروخ من الحين للآخر لهذه الأهداف منها تهديد الامن الخارجي، اشعار المجتمع الدولي انهم قلقون، تماسك جماهيرهم هذا موجود، لكن انت ايضا ليس بالضروره ان يكون هناك تنسيق بين الامارات وصالح في الضرب، لكن كان التنسيق انه انت تترك خلل خلل مهدد، هذا يجعل ان الحوثيين ما زالوا مقلقين لي سأربط لك الان ربط اماراتي بالحدث، حتى عمليه القاعده في عدن هذا ترك فراغ لي للقاعده بالدخول وتنفيذ عمليه هو الهدف انه مبررات لانه هناك هجوم على الامارات العربيه المتحده بانها دوله احتلال وانها يعني تقوم بوجود عسكري واستراتيجي هذه مبررات لبقائها وانها استطاعت خلال ساعات من ضبط تنظيم القاعده وهذا يسوق لها مع الامريكان ويسوق ان وجودها في المنطقه والحزام الامني والامن وهذه ال 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 القيادات هي التي حمت وليس السلطه الشرعيه وبالتالي نحن قادرون على هناك تهديد القاعدة وبالتالي بقاء الإمارات في المناطق الجنوبية في غاية الأهمية لحفاظ الأمن والسلم الدوليين ولعدم تمدد القاعدة وبنفس الوقت نحن قادرون خلال ساعات من القضاء على هذه الجماعة هذه عملية لامتصاص الضغط الشعبي والسياسي ضد الإمارات العربية المتحدة هذه رسالة الغرب أن الإمارات هي التي ستحمي والأحزمة الأمنية والعسكرية ستحمي ستملى الفراغ الأمني في المناطق الجنوبية واستطاعت خلال ساعات أن تقوم بهذه من الذي ترك يعني أنت لديك ما يقارب عشرة ألف حزام أمني ولديك الأمن ولديك عدن أصبحت خالية من كثير وبالتالي من الذي فتح هذه الثغرة الأمنية وبالتالي الذي فتح الثغرة الأمنية للانفجار بعدن هو نفسه الذي ترك فتح الثغرة الأمنية للصاروخ للمرور للرياض ونحن نعرف أن مجال القوي السعودي محمي في الباتريوت وأنه قال على تدمير السلاح، وليس من المعقول ان يتم ان يعني يخترق هذا الصاروخ مهما كان، وبالتالي اعتقد ان هناك سماح او دع يعني لم يتم هنالك التعاطي او التعامل مع هذا الصاروخ لاول ايجاد لجعل المجتمع السعودي في حاله قلق على وجوده لايجاد حدث اخر يغطي على حدث يعني ايقاف واعتقال كثير من الوزراء والامراء في المملكه العربيه السعوديه. نحن اليمنيون الذي يهمنا في اليمن سأنتقل إلى لبنان وحزب الله لكن مم. دعني قبل ما أنتقل أقول نحن وفتح اللي... هذه الملفات الكثيرة أو نحن اليمنيون في هذه الحلقة ما الذي يفتح؟ ما الذي أقلقنا؟ أقلقنا أنه أصبحت السلطة نحن اليمنيين سلموا أمرهم لدول التحالف، يعني الفاعل السياسي صدرت منه قراره السياسي، السلطة الشرعية لم تعد تمتلك القرار وأصبح قرار الحرب والسلم بيد دول التحالف وبالتالي أصبحت مصادرة الفعل الأحزاب السياسية فاقدة الفعل القدرة على الفعل السياسي وأصبحت عبارة عن شخصيات في الرياض في الفنادق أو غير فاعلة المجتمع المدني غائب الجماهير الحاملة لمشروع الدولة الوطنية منتظرة فعلا خارجيا ليدافع عنها بالتالي نحن قل يقول لأننا لم نحدث فعلا لو كنا نحن لو كانت السلطة الشرعية حافظت على وجودها وعلى قدرتها على صناعه القرار واصبحت مستقله لا اعتبرت ان ما يحدث في المملكه العربيه السعوديه شانا داخليا نحن قادرون ان ندير المعركه في الداخل لكن لو كان الاحزاب السياسيه حافظت على استقلالها عن السلطه الشرعيه وهي متحركه في المجال وموجوده في الداخل ومتحركه لاستطاعت ان 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 تطمنا من خلال بيان من خلال تكتل حزبي من خلال لو كان المجتمع المدني لكن نحن الجماهير الحامل الاجتماعي للدولة الوطنية اللي هو في المناطق التي ال 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 هي بعيدا عن الهيمنة ال ال الانقلابية مسلمة امرها الى المجهول يعني لا لا تشارك لا تحتج لا لا تنتظم احزاب سياسية فاقدة الاقتدار سلطة سياسية محاصرة في الرياض اذا اللاعب الرئيس وليس هنا تحامل اللاعب الرئيس الامارات العربية المتحدة ودعني اتحدث عن ما قلت انت العملية العسكرية طيب دعنا نعود الى هذه النقطه لكن قبل ذلك نشرك معنا في الحوار اللواء محمد الخبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي الذي ينضم الينا عبر الهاتف من الرياض دكتور اهلا بك سياده اللواء يا اهلا وسهلا مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم السادة المشاهدين حياكم الله اذا سياده اللواء يعني بعد عامين ونصف من عاصفه الحزم هل من يعني من الطبيعي ان يبقى لدى الحوثيين صاروخ يتجاوز مدى آلاف الكيلومترات يضرب أيضا مطار الملك خالد أو مناطق محيطة به هل يعقل يعني هل يعقل حدود ذلك؟ لا هل من المفروض يختلف على هل يعقل المفروض أنا وافقك إنه ليس من المفروض أن تكون البنية الصاروخية الاستراتيجية لدى الانقلابي وصالح تعمل أو لا زالت موجودة تهدد أمن وسلامة أجواء المملكة. هذا المفروض ولكن هل يعقل نعم ممكن لانه احنا نتحدث على انه لا زالت هنالك عمليات واضحه وكذا مره يعني راينا مع حضرة الساده المشاهدين عمليات تهريب للاسلحه انا لا اتحدث عن تهريب صاروخ طوله اكثر من 10 متر انما اتحدث على انه هنالك رؤوس متفجره تتهرب ويسهل ذلك حتى في ظل المراقبه اللصيقة للموانئ وال الموانئ البريه والجويه. فهي ما يحدث انه صاروخ يعقل ان يطلق نعم <applause> حصل و... و... وحتى في التعامل مع هذا الصاروخ من ناحيه استكشاف متابعه تصدي يعني يدل لك على ان هنالك في توقع من قبل قوات التحالف بانه الانقلابي سوف يعني يقوم يوما من الايام في ظل التصاريح اللي تحكى... تحدث فيها المتحدث الرسمي باسم الحوثيين وكذلك التهديد من قبل عبد الملك الحوثي لدولة الإمارات الشقيقة وأجواء المملكة فالنقطتين اللي حضرتك ذكرتها كان يجب أنه الغاء أو خلينا نقول تدمير كافة القوى الصاروخية الاستراتيجية وعلى حسب ما ظهر في البيانات التي كان يذكرها المتحدث باسم قوات التحالف وذكر كثيرا وأن هنالك تم تدمير هذا بشكل عام على الصواريخ الانقلابيين لديهم عدد من الصواريخ يمكن حضرتك تابعت في وقت آخر أنه يتم إطلاق بعض الصواريخ من بعض المحافظات إلى محافظات ومديريات مديريات أخرى فلا زال لديه القوة الصاروخية هل لكن... لا زال لديه القوة الصاروخية التي زي ما تفضلت وصل المدى إلى 2000 و2000 وشوي كيلومتر للأسف كان من المفروض زي ما ذكرت دائماً وأبداً بأنه من أخطر ما يملك الانقلابيين والحوثي هذه الصواريخ الاستراتيجية التي تؤثر على أمن وسلامة المملكة طيب يعني رده الفعل سياده اللواء هناك حديث على ان رده الفعل بالنسبه للمملكه العربيه والتحالف بطبيعه الحال كانت غاضبه من وصول الصواريخ الى الرياض لكنها ضربت منصه السبعين، ضربت معسكرات سبق ضربها مئات المرات، بينما يتحدث كثيرون على ان الاهداف الحقيقيه لم تضرب حتى الان وهناك عروض عسكريه تتم في العلن، قيادات ميدانيه ايضا تسرح وتمرح من قبل الحوثيين. هل هناك جدية في مسألة استهداف الحوثيين والانقلابيين عموما هذا اتوقع انه يعني سنتين ونص وانا لا ازايد على شهداء اليمنيين ولا ازايد على يعني ما ما قدمه اليمنيين من شهداء في موضوع الجدية يعني سؤال غريب لكن الفكرة من الفكرة أجاوبة. أنا أجاوبة. من ردة أجاوبة. الفعل يعني سيادة أنا لواء نحن نتحدث عن ردة الفعل مرحليا هناك كثير ممن يتحدث عن تخبط كبير في الاهداف عن عدم نيه في الحسم لا لا هو ليس عدم نيه الحسم لا هنالك خلل وانا اقول لك الخلل واضح يعني لو تتكلم مثلا على استراتيجيه المعركه واستراتيجيه الحرب واضحه ويقراها اصغر منفذ الصعوبه تاتي في ايش الصعوبه تاتي في التكتيك عندما قررت القوات الميدانيه بفتح جبهات شمالية بزعم أن هذا يساعد ويعني يسرع في العملية العسكرية وترك محاور رئيسية مثل محور تعز ووجود عدد كبير من القوات العسكرية في تعز عشر أكثر من عشر ألوية كان هذا نوع من الخطأ اللي أنا أسميه نوع ما خطأ عملياتي استراتيجي كرؤية ضابط يعني درست عمليات عسكرية برية ودرستها كان من الباب الأولى أن يتم فتح جبهتين جبهتين في منطقه رئيسيه ومن ثم يتم فتح الجبهات يعني سباعة بما فيما يخص انه لا زال هناك عروض عسكريه من الانقلابيين او أيد حضرتك لا زال هناك تخرج لا بالعكس انا اشاهد احيانا يعملون تخرجات عسكريه وأيد حضرتك ارجع بس نقطة مهمه انه صدر التصريح من سمو سيدي ولي العهد وهذا التصريح انا اعتبر انه مهم جدا للعمليات العسكريه بمعنى أن سمو ولي العهد ذكر أثناء افتتاح مشروع مدينة اليوم بأنه لا نرضى بأن يكون حزب ميليشاوي على حدود المملكة على شاكلة حزب الله بمعنى أنه هنالك حزب الإصلاح أو حزب الإنقلابيين ويهدد الأمن هذه رسالة للقادة الميدانيين القادة الميدانيين ما كان مفروض أن يفعلون هذه رساله لاطلاق يدهم بعمليات عسكريه عنيفه ضمن قواعد الاشتباك وضمن القانون الدولي لاداره المعارك. طيب. الـ اعتقد باطلاق الصاروخ امس وما حصل من رده فعل من قوات التحالف ايضا هذا يجاوب على انه هنالك نوع من الجديه المستمره في التعامل مع مع تهديد الحوثي. يعني يمكن يختلف مع الزميل عبد الباقي في طروحات يعني انا اكن الاحترام والتقدير فهو يعني استاذ سياسي وله طروحات واقدرها واجلها ولكن يعني قد أخالفها في الراي كثير عندما يتحدث يعني هو اقرب لمؤاخذة الاستاذ عبد الباقي لما تتحدث بانه هنالك نوع من المحاوله باخفاء ما حدث من 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 بيان الديوان الملكي او مم. امر ملكي ومحاوله ان هذا الصاروخ يتفق سيد عبد الباقي انت استاذ ومعلم طيب. كبير عن هذه الطروحات يعني سيجيبك الدكتور عبد الباقي انا سيد لا انا ما أخالب. بس اكمل نقطتي انا اسمعه وانا احترم الشخص طيب لا. هذه طروحات ما اعتقد انها على مستوى ترتقي للمشاهد الذي لا يفقه ابجديات التعامل في ظل حروب صاروخ اطلق طيب هنالك اوامر ملكيه لاستمراريه التعديل في المملكه نعم الدولية. المملكه مقبله معلش استاذ عبد الباقي ثواني واخلص ثواني اسمح لي وهنالك يعني ايضا تحدي كبير كان وجود فخامه رئيس الوزراء اللبناني وقدم استقالته هذه الاحداث تواكبت بان تكون جميعها مع بعض فيعني ناحيه انه والله هذا علشان يغطي على كذا انا اعتقد ان هذا طرح يراد له يعني ان يعاد ترتيبه مره اخرى مع احترامي المستمر لحضرتك في طروحاتك ارجو ان تفضل بالبقاء معنا سياده اللواء دكتور تفضل عموما نحن نتابع الشام اليمني بدقه ومدركين ولا نتحدث بخطاب اعلامي او تحليل يضلل الراي العام نحن لدينا وقائع والذي وخطاب ولي العهد حول انه لن يسمح ببقاء حزب الله على شاكله حزب الله نحن اول من نبه قبل عامين أن هنالك مشروع حزب الله على سيكون في خاصرة المملكة وهذه معروف لكن نحن لدينا وقائع كيف يمكن لنا الحديث عن أنه لن يسمح ببقاء حزب الله وأن الأهداف المعلنة لدول التحالف باستعادة السلطة الشرعية وإنهاء الإنقلاب ونحن العمليات العسكرية أقولها لضيفنا الكريم بشكل واضح عمليات متقطعة بشكل منهجي لا لم أولاً خفضت من القيمه الاخلاقيه والوطنيه للجيش الوطني الذي اصبح الان يحمله الجمهور فشل في استعابه مدينه صنعاء من خلال عمليات عسكريه متقطعه، انا اقولها بوضوح ان هذه العمليات العسكريه المتقطعه هدفها ايضا بقاء المعارك غير حاسمه حتى يتم تأثيث المناطق الجنوبية وبحيث تكون جاهزة لفك الارتباط نحن ما الذي يحدث في عدن الان يحدث ان هنالك اضعاف للسلطه الشرعيه، عدم عوده رئيس الجمهوريه، وجود قطاعات عسكريه خارج السلطه الشرعيه، اعلان مجلس انتقالي، جمعيه وطنيه بمثابة مجلس تشريعي، طرد ابناء المناطق الشماليه، ايقاف المعارك عند خط 90، فصل الساحل الغربي، كل هذه العمليات، كيف يمكن لنا ان نثق بدول التحالف العربي؟ انها جاءت وفقا للبيان الذي اطلقه الناطق الرسمي بدول التحالف، واننا في خندق واحد لاستعابه السلطه والحفاظ على الامن القومي، واذا بدول التحالف الان تسلمنا ت... ست... يعني الان حتى العمليات انا اقولها لك عبر الهواء، ان آه الذي يحدث الان ان مخرجات الحوار الوطني والمراجع الثلاث ستكون بعد فتره لا توجد على ما يماثلها في الواقع وبالتالي سنذهب الى تسويه تقوم على ثنائيه شمال جنوب وعلى تسويه الحوثيين صالح جزء من التسويه، لماذا لا يمكن لنا بعد سنتين ونصف بعد ما دفعنا كل هذه الاثمان ونحن نشاهد رئيس الجمهوريه في الرياض، رئيس الحكومه ونائبه يتعرض لمحاوله اغتيال وتقطع لدينا حزام امني لا يتبع رئيس الجمهوريه نخبه شبوانيه قواعدنا في سقطرة وميون يتم فيها ايجاد قواعد عسكريه اماراتيه دون عوده للسلطه نهب ثرواتنا الوطنيه نعم. ما الذي ما الذي نحن لا نخاطب بخطاب عاطفي ولا نتحدث من فراغ الشعب اليمني ما حدث له من تدهور احواله المعيشيه طب. مدروس توقف العمليه العسكريه لا اعتقد ان دول التحالف بكل تجمعها غير قادره على على حسم عسكري مع انقلابيين هناك تواصل مع الحوثيين صالح هناك محاوله من الامارات العربيه المتحده للدفاع عن صالح بصفته هو الذي سيوازن مع الحوثيين اقول الحوثيين الان لديهم خبره في حروب سته لديهم سلاح دوله نعم. لديهم خبره في المعارك وبالتالي دوله التحالف صنعت حزب الله على حدودها وبالتالي الحل ليس بهذه الطريقه، نحن نلاحظ طبعاً. في الواقع ماذا يحدث. طيب دعني انقل الحديث الى سياده اللواء، سياده اللواء يعني يمكن اختصار ما ما قاله الدكتور بان حاله النصف لا حل ولا حسم ولا يعني ايجاد حلول حقيقيه على الارض تسمح ويعني تعطي الافضليه للحوثيين وذلك ما نشهده من خلال الكثير من المشاهد. كيف يمكن اذا تحقيق حل يعني يسد هذا الفراغ الموجود ويمنع الحوثيين من تشكيل كيانات لا وطنية تسبب الكثير من المشاكل لليمن بداية ومن ثم لدول التحالف هو الآن بوضع العمليات العسكرية الحالية حتى المشهد السياسي وحتى نتحدث على الدعم الخارجي وكذلك يعني الخطط الموضوعة للعملية العسكرية برمتها لم يعني يتوافق مع المجريات بمعنى صح بعد تطهير المناطق الجنوبية ومحاولة تطهير بعض المناطق الشمالية هنا حدث الخلل فكان هناك تغيرات في المعركة المعارك لا توضع لها الخطط وتوضع لها خطط بديلة وتوضع لها يعني متطلبات لتحسين الاحوال للافضل. المشهد برمته اوضح ان في هنالك منذ بدايه الازمه، منذ بدايه محاوله تحرير تعز وضح ان في مشكله في الخطه العسكريه فيما يخص ان هنالك مقاومه جيش وطني قوات تحالف لم تتواكب مع بعض، السرعه في الاحداث واصبح انه الاخوان الاخوان المقاومه كل منهم يجمع مجموعه من المقاومه معليش اسمح لي ويقوم بالتمركز في مكان لا يوجد توافق ما بين المقاومه والجيش يعني لواء هذه الاشكاليات مرت في اماكن اخرى ليس فقط في اليمن حدثت هناك تجربه يعني تعلمها السعوديه في سوريا لا لا. ربما مرت لكن الفكره ان ليس هناك استفاده من التاريخ وليس هناك يعني ايجاد حلول حقيقيه لتحقيق مسار وهناك من يتحدث ان الترتيب الذي يحدث في السعوديه او محاربه الفساد المعلن عنها والملفات التي تفتح شيئا فشيئا ستؤثر في مسار الحرب في اليمن باعتبار ان هناك الكثير من الملفات ومن الصعوبه التركيز على ملف وحله. لا لا ما لا دخل ما يدور في المملكه العربيه السعوديه هذه امور داخليه بحته يعني ليس لها علاقه بالعلاقات الخارجيه هذا ترتيب البيت رؤيه 2030 خادم الحرمين الشريفين في الامر الملكي يوم امس تحدث بكل صراحه وشفافيه بان هنالك يعني من استغل المال العام وهكذا وانشا هذه اللجنه، انا لا اعتقد لها علاقه باي شكل من الاشكال بما يدور في المنطقه يعني خلينا من نوع الافلام الهنديه انه والله دارت لي بتقريب سمو ولي العهد الى السلطه هذا هذا نوع من الافلام الهنديه، انا اقول لك بكل امانه اسف على اللفظ نتحدث نحن الان ما يهمنا أنا والله ما يهمني وضع سوريا ما يهمني وضع العراق لا يهمني وضع لبنان أنا يهمني كمختص استراتيجي استقرار اليمن بأسرع وقت وبأسرع وتيرة ممكنة وإعادة الحياة لطبيعتها باليمن واستقرار حتى تنعم المنطقة بالتفرغ لأمور أخرى كلامك صحيح أنه لم نتعلم من التاريخ بما يخص المواقع والأحداث العسكرية كان في هنالك يعني خلل ما بين القيادة الوسطية رأينا يعني عند عودة أو وجود الفريق الأحمر مع علي نائب رئيس الدولة معليش وجوده كان مفروض يلعب دور أكبر ليس في التواجد العسكري بقدر ما يكون هنالك لعب مع مجموعة القبائل الأخوان في الجنوب وطلعت ان مشاكل لم تكن بالحسبان الحسبان والثاني اليمني ذا ما مع, مع احترامي لاسمائهم واقدر كل المكونات اليمنيه ما يحدث في تعز وهنالك شكوى من انه نقص الامداد السلاح ميناء الحديده هذه فجوه المشهد العسكري انا اقول لك متى اعيد ترتيبه اعيد ترتيب المشهد العسكري واعاده تقييمه عقب دا. الاجتماع الذي تم ما بين وزراء الخارجيه العرب وعفوا دولات دول التحالف ومعالي مع اصحاب رؤساء معالي رؤساء الاركان هنا عادة تقييم الموقف هذا ما أشكرا. رأيته في العمليات العسكرية اللاحقة في نهم وما يحدث من تقدم عسكري وما يحدث من آه يعني آه جدية في التعامل مع الجمود وأوافق الأخ عبد آه شا شا عبد الباقي بأنه العمليات المتقطعة العسكرية أثرت سلبا على سير المعارك مما أدى إلى أن هنالك يعني حرفنه او زياد اشكرك حرفيه القتال من قبل الحوثيين، فالمشهد الداخلي السعودي ليس له علاقه كامله بما يدور في المنطقه، هذا تقريبا يعني بصوره اشكرك سياده اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي على تواجدك معنا عبر الهاتف من الرياض، بدقيقه دكتور ان كان لك تعقيب على ما التعقيب اقول له ان دول التحالف الان المملكه العربيه السعوديه لا يهمها ان تكون اليمن موحده أو بالعكس هي الآن مشغولة بشأنها الداخلي سلمت أمر اليمن لإمارات العبد المتحدة التي الآن نحن قاب قوسين أو أدنى وربما في 30 نوفمبر في عملية تصاعدية لإحداث نوع من إعلان استقلال سيؤدي إلى أزمة عندنا تدهور أحوال معيشية مدروس ومنهجي لاستنزاف الجمهور اليمني وقبوله بأي حل لدينا فرض إجراءات على المغتربين اليمنيين في توقيت يعني حرق وهذا التوقيت مرتبط باتفاقية وثلاثين متفق بما تنازل عليها المخلوع صالح عام 2001 و2000، بالتالي ما الذي نفهمه من المملكة العربية السعودية عندما عندما تفرض إجراء إجراءات مالية طاردة للمغتربين اليمنيين في توقيتهم في أمس الحاجة للاستقرار، ما 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 ما, 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 ما الذي نفهمه من المملكة العربية السعودية وهي ونحن قاب قوسين أو أدنى من فك الارتباط، ما الذي نفهمه من المملكة بعد عامين ونصف؟ ونحن نعاني ونقتل من اجل مصالح استراتيجيه لدول التحالف واطماع اماراتيه امريكيه في ممرات الدوليه وفي الجزر الاستراتيجيه وفي منابع النفط وفي ميناء عدن بالتالي نحن نقولها بكل صراحه نحن خذلنا من المملكه العربيه السعوديه نحن لا نحملها المسؤوليه لانها لا نقول الامارات فقط السعوديه نحن وثقنا بها ودخلنا مع هذه المعركة وكنا يعني ودافعنا عن التحالف العربي لمدة طويلة جدا لكن نحن الآن على الواقع نشاهد وطن الوطن اليمني يتمزق إعادة ثنائية السنة وشيعة ثنائية شمال جنوب استيلاء على أراضينا طرد المغتربين اليمنيين وحصارهم تعز محاصرة استنزاف وبقاء المعارك في الخارج وعند حدود التسعين لأسباب مرتبطة بالثنائية الوطنية كل هذه الأحاديث خطاب أعلامي نحن نريد شيء ملموس على مستوى الواقع تعز محاصرة والشعب اليمني يموت وعدن قاب قوسين وأدنى من فك ارتباط سيقودنا إلى الصومله هذه كلها مغالطات. طيب يعني الان دكتور من خلال متابعتك التاريخيه للسياسه السعوديه، هل يمكن تجاوز الاخطاء التاريخيه التي وقعت فيها السعوديه في تعاملها مع اليمن ام انها ان الاستراتيجيه ستستمر وفقا لما كانت عليه؟ انا قلتها في اكثر من لقاء للاسف الشديد الهدف من اليمن هو المملكه العربيه السعوديه. الهدف من بقاء اليمن متشظي هو الهدف هو استنزاف المملكه العربيه السعوديه واستنزاف اموالها وبقائها مخزن مالي للولايات المتحده والدول الاوروبيه لشراء السلاح ولتهديد وجودها وهذا بحد ذاته اما حزب الله اليمني قد تاسس في الحدود بقوه تفوق حزب الله في لبنان الذي هو الان حان وقت الانقضاض عليه وهناك الان مخطط للانقضاض سنتحدث عليه في الجزء الثاني لكن الذي ينبغي الان ان يحدث هو عوده الفاعل اليمني والحامل الاجتماعي اليمني الفاعل اليمني واقولها نحمل الرئيس عبد رب منصور هادي وطنيا ما حدث في اليمن وسنتبعه تاريخيا او اخلاقيا او انسانيا او وطنيا لانه استدعى المملكه العربيه السعوديه والامارات ونحن نحمل الامارات بالذات وطالبنا في وقت سابق قلنا يستطيع ان يستمر مع المملكه العربيه السعوديه بحكم انها مهدده لامنها القومي وانها لابد ان تبقى كجيران لكن الامارات نحن لسنا بحاجه اليها يستطيع شكرها والطلب بمغادره الاراضي اليمنيه لانها الان تغتاله شيئا في شيء وقابتنا الى ما نحن عليه بالتالي او طيب اين المشكله هل المشكله في وجود يعني مساعده وتحالف مع اشقاء ام المشكله بعدم وجود رؤيه يا اخي دعنا نقولها بوضوح نحن امام احتلال جديد هذه الامارات لديها 70 ميناء في العالم تريد ميناء عدن تريد ميناء المخا تريد الوجود في منابع النفط وبالتالي اقول لابناء الشعب اليمني شمال وجنوب انا في الاخر يمني لا الأمريكيين لا يهمهم نحن نقتتل او نتحارب او نموت المهم منابع النفط ووجود قوات لمكافحة الإرهاب في سقطرة وميون وفي المخاء وبالتالي نحن سندخل في احتراب وسنضع ثلاثين سنة عشرين سنة زي الصومال إذا لم نحن الآن لا بد أن يعود الفاعل رئيس الجمهورية يصدر قرارات لا تنفذ الحكومة عبارة عن عن أن سل من الفساد سلة من التعيينات الفساد سل فقدتنا ثقة ثقتنا بها فساد جيش الوطني الدول التحالف حاولت تعميم الفساد فيه من خلال الأسماء الوهمية وترك الموضوع مفتوح حتى الجمهور فقد ثقته بالجيش الوطني أنه قادر على التحرير وأنه بديل للجيش العائلي الآن الجيش في في مارب يفقد معنوياته لأنه لم يتقدم وإذا تقدم لابد من غطاء قوي ولابد من موافقة دول التحالف وبالتالي قبل هذه العملية المتقطعة لماذا توقفت العمليات العسكرية عند خط 90 لماذا هناك حزام أمني لماذا هناك نخبة شبوانية لماذا أخرج الحرس الرئاسي من من معاشيق وسلم للواء السعودي ماذا يعني هذا كيف يمكن نفهم أن السعودية تهتم بنا يا أخي الحل الآن هو عودة الفاعل اليمني وعلينا نحن اليمني وأنا قلتها في, في لقاء سابق قلت أن هذه المعادلة إذا لم يتم معالجتها برئيس الجمهورية يعود كفاعل رئيس وهو الآن عبارة عن مجموعة شخصيات في الرياض، وأنا قلتها مرة من هنا وأكررها مجموعة شخصيات، يعني رئيس الوزراء يتحرك بإذن، رئيس الحكومة يتحرك بإذن، محافظ لا يستطيع دخول المبنى مقر المجلس المحلي، وزير تقيله ثم تحيله التحقيق ولا تحقق معه، يعني وزراء تعينهم ثم ينضمون للمجلس الانتقالي ولا تصدر قرار بحل يعني باحاله هؤلاء على الاقل تفقدهم شرعيتهم وتحيلهم الى الى النائب العام، هذه كلها هذا 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 الخمول وغياب رئيس الجمهوريه وعدم اتخاذ قرارات ونحن نسمع الجماهير تسمع ان الرئيس منع من العوده، كيف يمكن نثق برئيس ونحن نسمع ولا نسمع منه تصريحا انه لا يستطيع العوده الى عدن، كيف يمكن لي ان اثق بان هذا سيقودني الى المستقبل وهو غير قادر على العوده لعدن، هل رئيس نائب رئيس الجمهوريه قادر ان يزور حضرموت؟ أو تعز أم هناك خطوط حمراء لا يحق له إلا التواجد في مارب وفي مارب ينبغي دخل بالقوة في أحد المعسكرات ولم يكن يسمح له كما حدث للمحافظ تعز في في المخاء لماذا لا يكون نائب رئيس الجمهورية في المحافظة الجنوبية وفي تعز لقيادة المعارك؟ هل نحن نستأذن؟ لماذا إذا تقدم الجيش الوطني دون غطاء جوي يمكن قصفه لأنهم لا يعرفون أنهم مع الشرعية أو مع الانقلابيين؟ أنا أقول أن إذا بقى الفاعل السياسي اليمني بمعنى السلطة الشرعية والأحزاب والمجتمع المدني والحامل الجماهيري للمشروع الوطني وأنا أطالب أبنة عز من هنا ان الورقه التي ستغير هم اجلوا تعز ووقفت المعركه في خط 90 ثم فصلوها في الساحل الغربي لان هذه المدينه ستضعف من 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 ممكن تشظي اليمن، طبعا يقولوا الان الحركيين وهؤلاء لديهم ابعاد نفسيه وليس سياسيه، ابعاد نفسيه بمعنى يعتقدوا ان فك الارتباط على الشمال سيحقق لهم الرخاء، لن يحقق لكم الرخاء، سقط مطمع امريكي، الامارات تريد ميناء عدن، انتم ستدخلون في عشرين سنه ثلاثين سنه من الاحتراب وستدخلون تنظيم القاعده كما هو المؤشرات اليوم وسيوجدون الامريكان مبررات سيكون هناك عمليات واغتيالات كما بغداد لماذا؟ حتى يقولوا ان الوجود الاماراتي والوجود الامريكي والطيار دون طيار ودعشنا التعز هذه ضروره كما هو في بغداد لان المنطقه ينبغي ان تستنزف وان نظل فقط منابع النفط الموانئ الملاحه الدوليه تحت الحماية الدولية والدول الكبرى ونحن لابد ديموغرافيا أن نقل وأن نستنزف ولا أن نحدث تطور في بناء الدولة الوطنية لصالح من؟ لصالح إسرائيل ولبنان الآن أذكر لبنان بالحديث عن المنطقة وفتح ملفات كثيرة هذه الملفات الكثيرة كيف ستؤثر على الرؤية الخاصة بالملفات الإقليمية خصوصاً؟ بالنسبه لليمن، اليمن كما قلت لدينا غياب العنصر الرئيسي في اليمن، اول عنصر ليس الموقف السعودي ولا الموقف الاماراتي، الامارات واضحه ومحدده قامت بتعميم المذهب المدخلي على كامل واليوم في اغتيال للسلفيين الوسطيين، هناك تصفيه ائمه جوامع، هذا المذهب السلفي حتى يعني هي عممت مذهب سلفي. وتصفيه الائمه وجماعه تجمع اليمين الاصلاح بحيث تكون المنطقه نقيه من كل الحامل لمشروع الدوله الاقليميه، الدوله متعدده الاقاليم. قامت ببناء جيش ومؤسسات امنيه غير تابعه للسلطه. استولت على الجزر، على منابع النفط تحت محاربه الارهاب. تقوم بعمليات مصطنعه ووهميه او تترك فراغ للجماعات القاعديه باجراء حتى تبرر وجودها. تعين مجلس انتقالي ورئيس الجمهوريه ولا يصدر اي تصريح، يعني قرار مجلس انتقالي يقول في بيان 14 اكتوبر رئيس المجلس الانتقالي الزويدي انه سيحارب يعني بن دغر ويتخذون نفس الموقف يعني الحوثيين قالوا انه سيسقط الحكومه والجرعه ومش عارف ايش وانظروا الى شعبنا اليمني اين وصلنا والان في عدن يقولوا سيسقطون الحكومه لمن من الحكومه من الذي يعيق الحكومه الامارات الحكومة. الامارات تمنع وصول المال للبنك المركزي حتى لا يتم ادارته الحكوميه الامارات تمنع السلطه من التحرك في الفضاء اليمني الامارات تضعف وجود السلطه وتتحرك في في المجال وتدير تفتح مشاريع وتدير اليوميه، الامارات تعيق كل ذلك ثم تقول الحكومه فاشله في اداره الحياه، هذه حكومه فاشله، هذه حكومه غير قادره، هذه لعبه سخيفه ومعروفه على ابنائنا الذين يفكرون بجانب نفسي ان يدركوا ان اضعاف الحكومه وبقائها في الخارج وان عدم وجود الموارد، عدم تصدير النفط والنفط ومنابع والغاز موجود في اماكن السلطه الشرعيه ودول التحالف، كل حتى هم قادرين ثمن صاروخ يساوي دعم الاقتصاد اليمني ويحرك الاقتصاد ب يعني ويرفع مستوى الحياه لكنهم لا يريدون يريدون ان نكون تحت الحاجه، نحن نحتاج منهم مرتبات، نحتاج منهم مساعده مركز الامين سلمان، نحن نحتاج منهم لو سمحتم عشان المغتربين في السعوديه، طيب جيبوا لنا علاج من الاحمر الاماراتي، جيبوا لنا تغذيه، هاتوا سلال، لماذا نحن شركاء في معركه ونديين؟ العامل الفاعل السياسي اليمني هو اللاعب وعلى رئيس الدولة أن يعود أقول عليه أن يوقف مرة واحدة أمام التاريخ وان يتحمل المسؤوليه هذا الرجل اراد كان يتحدث في حوار وطني انه سينق ان اليمن ال... اليمن سيقبل الماضي وسيؤسس دوله جديده واذا به يقودنا الى ما هو اسوا بالتالي عليه ان يتخذ موقفه يقول هو... هو غير قادر هو تحت في السعوديه هذا محلف يا اخي يستطيع هم بحاجه اليه يستطيع ان يقول الامارات كفى هم منعوه من العوده وهددوه ولديه معلومات هددوه بعدم العوده لماذا لا يتخذ موقف يقول لهم شكرا هل صحيح <applause> صحيح يمكن له ان ياخذ هذا الموقف حتى يستطيع... ان كانت الرؤيه السعوديه يا اخي هو الان يس... ما هو موقف الرؤيه السعوديه الرؤيه السعوديه سلمت الامر لانه الرؤيه السعوديه لديها حل بنقل السلطه الى ولي العهد وبالتالي هذه اولويه سلمت امر اليمن طبعا بقاء اليمن مقسم ومجزا وثنائي لصالح السعوديه ضعيف مهشم متعدد الاقاليم صراع طويل لصالح هذه الرؤيه لكن الذي الذي ماسك الملف اليمني الامارات بالتنسيق مع الولايات المتحده الامريكيه والتنسيق هذا يقوم انا قلتها من زمان يقوم على النموذج العراقي واقول لاخواننا واحبتنا في المناطق الجنوبيه اقولها والله دون موقف سياسي او حتى يقولوا ان إحنا وحدويين وهناك من يقول نحن مع الاصلاح اقول نحن مستقلين لا علاقه لنا بالاحزاب السياسيه نحن نفكر بشعبنا اليمني بوضوح وننظر ودرسنا من اجل ان نشاهد العراق وسوريا ولبنان ونلاحظ ماذا يحدث المنطقه العربيه في خطر اليمن الصومال قعدت 30 سنه حتى استوعبوا نحن لسنا بحاجه ان نعيد تجربه الصومال الان في كاتالونيا لاحظوا طلب طلب يعني مذكره اعتقال ب الاقليم في كردستان استقل الرجل في الجنوب سيأزمون الوضع لخلق لانه هناك هناك من من سيأتي لتحقيق الوحده بالسلاح وهناك من سينضم اليه وهناك جروح سيقول دعهم يعني نعم. يتشفى بهم يا جماعه الصومال امامنا وليبيا امامنا والعراق امامنا ونحن شعب يمني نحمل حضاره ومسلمين وعرب نستطيع ان نجد قواسم مشتركه وان نجد ان نكون بالسفينه حتى لو كنا لدينا من 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 اخطاء حكم المخلوق نستطيع ان تمر السفينه بامان ومن ثم نرتب بيتنا لكن لا يقودنا هذا البعد النفسي الى ان نغرق السفينه برمتها او نسلم امرنا الى الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه التي هي مستهدفه أو الان نحن عندما نقول نحن مع دول التحالف ويقول نحن تحولنا مع قطر نحن لم نتحول مع قطر نحن تحولنا من اجل الشعب اليمني في توقيت نحن نشاهد امام عيننا ولا ولا علاقه الازمه الخليجيه بما نحن نقول نحن نشاهد مجلس انتقالي نشاهد شعب من يموت نلاحظ مرتبة مش موجودة نلاحظ يعني إعلان 3, -3 نوفمبر احتشاد والهدف 30 نوفمبر تاريخ خروج الاستعمار البريطاني هل سيقومون في 30 نوفمبر بإعلان نعم. ما لإخراج المستعمر الشمالي هل نحن استعمار في تعز أو في أو في حديدة أو كذا أو المستعمر كان هو المخلوع صالح الذي أراد أن يهيمن على الحقل السياسي ولا ولا علاقة للشعب اليمني بما حدث في 94 أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان كنت ضيفنا اليوم شكرا جزيلا لك بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله.